والله استاذ ما سمعتي غير سيربريز هذه يا كانت انت هو السبب. ربي ربي لقينا في الخير ان شاء الله. ها معك الاخ برزاق. اهلا بك استاذ. اهلا بك. السلام عليكم. السلام استاذ برزاق، كيف احوالك؟ لاباس بخير والله الحمد لله. حطيت الجو لاباس والله الحمد لله. الحمد لله الحال بارد ولكن الحمد لله. ها انتما دائما فريش الحال. عبدك خير فريش الحال. وي خير من سيروكو. احنا رانا في سيروكو البارح واليوم. ايه قالوا لي نعم استاذ، قالوا لي راكم في سيروكو. اخي لاباس معكم لاباس والله. الله يهنيك، راهم قاعد يتفرجوا فيكم، قاع العالم قاعد يتفرج فيكم والله. راك درت لنا مبادره تحسد عليها. ان شاء الله. هذا استاذ برزاق، هذا استاذ برزاق ديالنا. الله يحفظكم. الله يستركم. وانا وقيل انا ندير لك مفاجاه اكثر من اللي درت لنا انت. غير الخير. يا اخي انا قلت لك قريت في اليوتيوب. راح نبحث على المعلم اللي قراني ونجيبه. ان شاء الله. هذه منيحه، هذه والله غير منيحه. اه لقيتو نجيبو لك ان شاء الله. هذه منيحه والله غير شابه استاذ بوزار. اسمع الباطيمه تاعكم، شايف الفيرما اللي كانت قدامها والبيع؟ زيتوني. تاع زيتوني فيرما. وين كان يسكن محمودي؟ زيتوني. فيرما. نعم 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 محمودي نعم. وين كاين البلديه دوكا الفوقه شويه؟ وين كاين البلديه وطلع الفوق شويه؟ نعم. كونيكسيون راهي ثقيله، سمحوا لي باك عند شيخ سماتي. الو قلت لك كاين واحد تيلا اللي قراني واحد كان يسكن فيرما. فيرما نعم شفيت. شغل زيرين التوانسه هذوك عنده لهجه شويه تاع التوانسه. اها هو هذاك قريت عنده بصح صافي تونسي. نعم نعم تونسي نقولوا له. نسيتو اللي عندو كان لقاه نجيبو لك. نعم. ان شاء الله سلم التونسي. تعرفوا سلم التونسي؟ ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ. ان شاء الله. بيان سور نعرفهم. بيان سور بلا تشكر على هذه المبادره. نعم. يا ليتني كنت معكم يا استاذ اليوم. نعم ربي ان شاء الله يلاقينا ان شاء الله. يا ليتني كنت معكم اليوم. نعم ان شاء الله يا استاذ برزاق. استاذ برزاق ان شاء الله. شكرا يا استاذ. الله يا ربي يحفظكم ان شاء الله. صحيح. امين يا رب العالمين. امين. شكرا. يعطيك الصحه وتشكر. الله يسترك. تشكر تشكر. صحيح. نعم. شكرا. شكرا شكرا. واش حسن وقال الشيخ الثاني لازم تقصيها على حياته. نعم. تعلم كيفاش ولا استاذ. نعم نعم من فضلك. نعم نعم. اوعدنا الحسن طرابولي. ايه سنعطيك هذه الصوره الجماعيه هذه. نعم. انا شوف الله يبارك. هم الاساتذه قاعد تلاقوا استاذ بشير، استاذ مشاكو، استاذ حمينيش، مدير احمد عروج، الاستاذ سوداني، استاذ برزاق، كلهم الحمد لله. نعم. انا هاوليك الشيخ سوداني اسال هو هو يجي. نعم يا استاذ سوداني، حبينا نعطوك اسئله صغيره برك، هذا ما كان من فضلك. ايه
تفضل تفضل ان شاء الله. دني الكاميرا يا استاذ، مانيش نشوف الكاميرا. شوية الزف هذا راي أثر هذا. أنا معك سي حسن. نعم ورينا وجهك يا أستاذ، ما ناش نشوفه فيك الوجه تاعك من فضلك. إيه الله يسلم صح. شوف حسن. نعم شكرا هكذا طيب. شكرا استاذ سوداني، من فضلك اعطينا خلاصه كيف بديت الدراسه تاعك من الابتدائي وحتى حالنا من ابتدائي. هذا قبل ما تقول اسمع سي حسن، هذا قبل ما تقول له كيفاش خرجت قول له كيف شاركت في حرب اسرائيل. معليش، هذا من الجنود الأشداء الذين ألحقوا هزيمة في الجيش الإسرائيلي. نعم الله يبارك، الله أكبر. في سنة 1967 يا نعم. اي نعم ما شفت لها. نعم هذا كابيتان درك. الآن نتكلم لك على أفضل نقطة في حياته. أعطيته الاستقلال. أخذ نقطة في حياتي صح. الله يبارك، أعطيته الاستقلال لمصر. شوف على كل حال في 69 غادرت المدرسة، مدرسة المدفعية المضادة للطيران برغاية. كنت قد تخرجت قائد جماعة القيادة. قائد جماعة القيادة يعني معناتها الرادار والتزيكا وتوجيه المدافع، لأن كنت في الدفاع الجوي في هذاك الوقت. إيريان نعم. وذهبنا إلى على كل حال إلى الشرق الأوسط. نعم. مجموعة على كل حال في اللواء السادس. في اللواء السادس كان القائد نتاعه محمد علاهم. هو عبد المجيد علام اللي هو اللي كان البروتوكول نتاع بومدين الرئيس بومدين رحمه الله. نعم. توجهنا على كل حال الى صحن سيناء. نعم. والتحقت بالفوج المضاد للطيران. نعم. المدفعيه المضاده للطيران. الله يبارك. نعم شكرا. صحن سيناء. نعم اللواء السادس على كل حال. لواء. وكنا ثم في هذيك المنطقة فائت هذه جاية ما بين الإسماعيلية. نعم. وثم على كل حال كنا ثم في هذيك المدة هذيك اشتبكنا عدة مرات مع العدو الإسرائيلي اللي كانت مع الطائرات، كانت طائرات كان نوع نتاع سكاي هوك وكان فانتوم وكانت أنواع من الطائرات على كل حال. ربي يستركم. نعم. وكانت المدفعية نتاع الجزائر، كانت المدفعية المضادة للطيران على كل حال في المجال نتاعها كانت قائمة كما ينبغي، وكان العدو الإسرائيلي يختار يعني معناتها الأوقات اللي يقدر يخترق المواقع. نعم. مثلا نعم. الظروف اللي يختار المواقع كان مثلا جي الطائرات على انخفاض على جي مثلا الطائرات المعادية على مثلا نعم انخفاض، أو جي مثلا جي مثلا في اوقات اللي تكون مثلا الاجهزه هذيك الالكترونيه ما تحكمش كما الشمس مثلا تفوت المواقع وبعدين تعاود. على كل حال شبكنا عده مرات في الشهر، ربما يكون من 15 الى 20 مره الشباك. نعم. كان ماتوا كثير من
كان ما أدري الله يرحمهم ويوسع عليه مع كل حال الضباط الله يرحمهم ويوسع عليهم وأخيرا إن شاء الله الشهداء نعم الله يرحمهم ويوسع عليهم وأخيرا رجعنا عندما كان الاتفاق جمال عبد الناصر مع الإسرائيليين على توقيف القتال رجعنا واستقبلنا الرئيس حواري بومدين في سينيا في وهران فهمت ولقى الخطاب نتاعو المشهور ونسيت باش نقول لك الخطاب نتاعو المشهور الاول اللي قال لنا قال انكم ذاهبون اما النصر واما الاستشهاد وسوف تزغرد عليكم امهاتكم شكرا. اذا كنتم في النصر او الاستشهاد يعني ما كانش لا مفر اذا اما النصر واما الاستشهاد ما كانش حاجه اخرى من خلف هذا نعم والله عندما رجعت البقيه على كل حال كان خطب علينا خطاب فهمت وقال لان تطورت الامور كثيره صبحت دبابه مقابل دبابه وطائره مقابل طائره والجنود السائقه والجنود الاخرى كانت يعني معناتها تعمل عمليات العصابات في بين اسرائيل والمنطقه اللي ما بين اسرائيل وما بين الارض الصحراء سيناء الارض المصريه سيناء نعم مصريه نعم كانوا يجتازوا الى غير ذلك المهم هذه هي راك مجاهد ومعلم وكل شيء يا استاذ الحمد لله رب العالمين وانا من ناحيه الدراسه كنت زميل دقيقه كمل هذه كنت زميل مع سي العيفة ودرسنا الابتدائي مع بعضنا درسنا الابتدائي مع بعضنا ودرست المتوسط والثانوي اذا في المعهد اللي تابع وزارة الشؤون الدينية نعم فهمت المعهد الإسلامي ومن بعدين التحقت بالمعهد التكنولوجي واصبحت أستاذ في التعليم المتوسط وقبل ما كذا كنت أعمل مع سي أحمد في مدرسة الكتبان كنا مع بعضنا في مدرسة الكتبان مدة 12 سنة وكذا في التعليم الابتدائي والحمد لله رب العالمين اسمح لي ربي خلط الامور معليش والله الحمد لله والله يا شكرا يا استاذ يخا الحمد لله الشيخ السوداني يعني جاهد جهادين جهاد اكبر وجهاد اصغر استغفر الله نعم الله يبارك جمع بين فضيلتين فضيله الجهاد في سبيل الله وهي اعلى ذروة في الإسلام في الجهاد نعم وكذلك ثم عاد إلى التعليم وتعرف التعليم في بلدنا متاعبه ومشاقه وكيفية الأداء تاع التعليم يعني باش يكون الإنسان معلم يجب أن يكون صبورا إلى أقصى درجة نعم شكرا لأن ظروف التعليم ما كانش منظمة 40 تلميذ في قسم نعم كانت شويه عنده 40 اولاد في الدار ما يقدرش يسكتهم فما بالك مع عدم الانسجام في المستوى في جميع المستويات لا في الابتدائي ولا في الثانوي ولا في المتوسط تلقى واحد ما يعرفش يقرا وواحد ذكي جدا يعني واحد يعطي له الدرس المرة الأولى يفهمك وفي الابتدائي تقرا له نص مرتين ثلاثة يحفظه والآخر يقعد يقرا ولا ريح لمن سي حسن هذه هي المسار المهني يعني جزء منه في الحياة العسكرية وجزء منه في التربية والتعليم الله يسترك والان على كل حال اراني في مرحله الشيخوخه والحمد لله مازالكم ربي يطول في عمركم مازالكم يا استاذ مازالكم الله يسلمك
نحن فخورون، نحن فخورون بال بكم انتم ايها الجيل. شكرا صاد. شكرا ورانا دائما وابدا يعني نطلقوا التلاميذ نتاعنا ونطلقوا الناس اللي كانوا معنا في السبعينات والى غير ذلك. الحمد لله يا رب العالمين، يعني فخور كثير ورانا مرتاحين والحمد لله يا رب العالمين ان شاء الله. أستاذ والله أنتم البركة، البركة بدون أنتم والله ما كاش الإطمئنان، هذا الإطمئنان ما كاش راح. الآباء الأمهات المعلم الإمام بدون هذا ما يش حياة، ما والله ما يش حياة يا أستاذ ما يش. الله يعزك إن شاء الله ويهنيك إن شاء الله ويوفقك إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. الله يسترك وإن شاء الله نلتقي في الجزائر يوما ما إن شاء الله. إن شاء الله نلتقي إن شاء الله ونتمنى لكم العودة إن شاء الله إلى البلاد إن شاء الله، وإن شاء الله تكون العلم نتاعكم ينفع إن شاء الله أبناء الوطن وينفع الوطن إن شاء الله وتكونوا ذخر لهذا البلد إن شاء الله. شكرا شكرا يا أستاذ. وخير وخالف لخير السلف إن شاء الله يا أمين يا رب العالمين. شكرا. هذا فرض يا أستاذ، فرض، هذا فرض فينا نحن، فرض. نعم ان شاء الله ان شاء الله نخليك على خير ان شاء الله. يا استاذ شكرا جزيلا. اسمح لي والله العظيم وقال الشيخ السوداني نسى حاجه. اسمح لي دقيقه. وي وي انا طرت هاو انا خرجت لك نعم نعم أستاذ. صافي أنا لقيت واحد التلميذ قرا عن سوداني ها هذه نساها ما حبش يقول طاحت الدولة. قال لي كان كي ضربنا يعاقبنا يعطيك ضربة كي تبدأ تشد في يدك باش تحك يدك يقولك خليها ما تحكهاش خليها توجع خليها تحرق ما تشدش تحرق ما تحكيهاش ما تحكيهاش. نعم نعم ما حبش يقول هذاك خباها بيجيبه. هذه منيحة والله منيحة. هذه شابة بالزابة ما تحكيهاش. كل واحد يهضر معايا في الليل يقول الشيخ سوداني خليها تحرق ما تحكيهاش. أنا قدم لك الشيخ عروس يقول لنا حالك إن شاء الله. ما تحكيهاش. نعم. نعم اهلا بك يا استاذ عروج. هذا مدير تاع مدرسه كرات نور الدين احمد عروج. اهلا بك استاذ احمد عروج. اتفضل يا استاذ، كيف بديت العمل تاعك من فضلك؟ اولا انا من ابناء الريف الجزائري. نعم أولا من أبناء الريف نعم. الجزائر نعم ختمت القرآن الكريم وعمري 15 سنة. الله يبارك يا أستاذة. الله يبارك يا عمودي. أديت صلاة التراويح بالجماعة في قريتي. نعم الله يبارك. 15 سنة بعدها ارتحلت إلى مدن الجزائر، منها أول مدينة زرتها هي مدينة عنبة. عنبة نعم. عنبة نعم. في حوالي 6 شهور ولا ثم رجعت إلى العاصمة. نعم. بقيت أشتغل كبقية أبناء الجزائر. بعد الاستقلال مباشرة استأنفت الدراسة. وأول شهادة تحصلت عليها هي شهادة الابتدائي. نعم. شهادة الابتدائي. سألني الأستاذ كان مشرف ماذا تفعل بهذه الشهادة؟
تلقائيا قلت له سأخدم بها بلادي. شكرا شكرا على الكلمة هذه أستاذ، شكرا والله. بطلاقة بعدها واصلت التعليم، تحصلت على 4 شهادات متكاملة. الله يبارك. ولم أعيد، الله عمرك، والله ولم أعيد ولا سنة واحدة. سبحان الله، الله يبارك يا أستاذ. دخلت الجامعة لمدة 2 سنين، لكن مع الأسف لم أتمكن من التواصل بالجامعة، لأنني كلفت بالاستشارة التربوية على مستوى وزارة التربية الوطنية. أوكي نعم. وبقيت هكذا إلى تمت الحياة العملية في وزارة التربية. هذه الله يبارك يا أستاذ. نعم. طول عمرك ولدي، هذه الدنيا ولدي، وشي اللي كتبه ربي كلها عليك. الله يسلمك، ونسأل الله العلي القدير أن يعين أبناؤنا الذين مروا بإيدينا إن شاء الله، وكنا نتواصل مع بعضنا بالإحسان إليكم جميعا، لأنكم سوف تكبرون وتكونون رجال المستقبل. أعانكم الله وأعان الله. شكرا يا أستاذ، بكل خير. الله يسترك يا أستاذ، الله يسترك يا أستاذ على الكلمة هذه الخالصة يا أستاذ. شكرا 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 أستاذ. حبيت نعطيك سؤال من فضلك. السيارة تاعك باسات، شفيت لها السيارة تاعك باسات؟ نعم ولدي، نعم ولدي، نعم سيارة باسات، نعم ولدي كنت نمشي فيها. تفضل. كي كنا نشوفوا الباسات، كي كنا نشوفوا الباسات مباركيه قدام الابتدائي، والله يا استاذ غير رسالنا هابطين، خايفين خايفين. على كل حال ماشي، ما فيش شك. شوف ولدي، شوف ولدي، ربي شاهد على ما اقول، والله العظيم لكن انتهى كل شيء. والله العظيم انني اتي الى المدرسه كانني ذاهب الى بيتي. والله يشهد، والله يشهد على ما أقول، أن ما في المدرسة من أبناء تلاميذ أو معلمين أحسبهم كأنهم أبنائي، لأنني كنت أشعر بالمسؤولية. شكرا يا أستاذ. الأخ أحمد عروج، شكرا. هذا مدير مدرسة حرات نورتين، أحمد عروج. نعم شكرا. شكرا يا ولدي، بارك الله فيك. أسأل الله العلي القدير أن نجتمع في جنة الفردوس كما جمعنا في الدنيا على الخير. آمين يا رب العالمين. آمين يا أستاذ عروج، أحمد عروج. شكرا شكرا شكرا. مش من عندي، من عندك؟ ما عندهم. أنا رانا نسمعوا فيك، أنا نسمعوا طرابيا. والصوت ما هو شيء يخرخش عليك، ما الصوت. نو، الحمد طرابيا صوت. عربي؟ أو العربي؟ السلام عليكم يا العربي مشاكو، يا استاذ مشاكو، اهلا بك. السلامه، اهلا خويا، السلامه، مرحبا. كيف انت حصلت للدراسه الى البيوت؟ الدراسه، شوف يا سي حسن، نعم. كنا انا عشت في برج زموره، جيت برج بعريش، عشت مده 4 سنوات. وري وجهك استاذ، وري وجهك من فضلك. 5 سنوات في التميلي. دني الكاميرا الوجه استاذ، شوفوا الوجه، شوفوا الوجه. لا من 53 حتى 58 استاذ. جا ايه، كنت في نفس القريه تاع استاذ حمنيش، نفس القريه تاع رشيد حمنيش. حمنيش نعم. اسمع فيا. نعم. رشيد حمنيش، حنا قريه دني متجاوره. دني الكاميرا لوجهك استاذ. هكذا. انا عم بالي التليفون، نسيت روحي كاع. فهمت. قلت لك انا مزايد 53. نعم. في برج زموره تما،
في القريه نفس القريه تقريبا تاع الشيخ حمينيش. الشيخ حمينيش عشت الثوره كنا صغار وكنا على بالنا بلي الدنيا فيها العسكر هكذا، غير فتحنا علينا لقينا العسكر والبارود وكذا وكذا الى غير ذلك. كنا قريت عند في فرنسا اللي كنت على فرنسا كان يقرون الجنود تاع الفرنسيين مده نعم. قريت ما واحد اربع ايام خمس ايام نعم انا نسمع فيك قريت حوالي 4 ايام ولا 5 ايام. حنا كان الشر قاضينا، كان يدينوا لنا هذيك الحليب والخبز، كان نروح حنا بالنسبه لفرنسا خير من ديارنا لان ديارنا خراب فهم. المهم من بعد بابا الله يرحمه كان في فرنسا، دانا فرنسا في 58 من 58 او فامي حتى 65 مده نعم. 7 سنين. انا قريت الابتدائي تاعي في فرنسا في سانت إتيان. اوكي قريت في سانت إتيان وكنت ما نعرف ولا حرف، ما نعرفش نتكلم بالعربية ولا حرف. أوكي. كنا في فرنسا وكنا أنا وخويا كنا مغربين في شافانياك لافايات هذاك 3000 كيلومتر على سانت إتيان. يسمى عشنا غير مع الجول. بسبب نتاع خويا الكبير سرق شكورة حلوة للقورية، عيطوا لابوليس وكذا، بابانا كسبرسانا في مدة 3 أيام، جابنا للبلاد. أوه. جبنا من الاكسترام لاكسترام، جبنا القرية تاع زمورة نعم. هذه. أنا كنت عندي شهادة ابتدائية بالفرنسية في 68. نهار كانت الشهادة في ذاك الوقت هي عندها قيمة. من بعد كي جيت بابا الله يرحمه كان أمي ما يعرفش واش ما يعرفش هو نقرا ولا كذا. زدت كنت استغفر الله رحت قريت في زمورة واحد العام، جبت شهادة ابتدائية بالرومية. ومن بعد كي خرجت بقيت أربع سنين في العمل الشاقة، نحرث نحصد، حصدت بالمنجل، أسرحت، كسرت الحجر، جبت الحطب، جبت المهم جميع الأشغال الشاقة اللي كل العمل الشاقة. الواحد النهار كنت أنا في الجنان، جاو جماعة الأتراب تاعي جايزين في 71 ولا في 70، نهار بومدين قال التعريب، قال الدنيا بومدين كان كيدير حاجة قررنا، ما عندوش لا فهم؟ نعم. عيط الواحد من صحابي قلت له روح نقصروا، قال نقصروا باللغه العربيه الفصحى وانت ما تفهم والو بهذا اللغه بالله. قلت له شفا الشيخ العياشي، قلت له الشيخ العياشي اليوم رانا الاربعاء راهي ثلاثة العشيه هنا في الجنان، قلت له غدوه نبدا نقرا العربيه ونلحقك وماشي محاسب. الله يبارك. الغدوه رحت قريت عند كان علي بن عبد الله الله يرحمه موسى. نعم. عقبوا لي حصه في التلفزيون وجاو لي حتى لهنا، جاو التلفزيون لهنا وعقبوا لي حصه في جمعيه الشامه تاع زموره، عقبوا لي حصه تما بالك لو كان ترجع ليها تشوفها، كنا نقراو غير بالشعر وكذا. المهم مده 7 شهور جبت شهاده ابتدائيه بالعربيه الله يعني يبارك. الله يبارك جبتها وكنت في ذاك الوقت معجزه تاع البلاد تاعنا هذه، كنت معجزه لانه كان اللي قرا 6 سنين 7 سنين وما ينجحوش، الوحيد اللي نجح تما في القريه. الله يبارك من تم بابا الله يرحمه كيعرف باللي راني قريت وكذا. رحت في بيقاز عليه قريت عام مدرسه داخليه 5 ايام. نعم. من 5 ايام جيت لهنا للرابع مشامه قريت بريفي، قريت بريفي انا ما قريتش كل شيء بريفي، كل شيء بدراهم. قريت هنا في الربيع مجتمع جامع، وكانت كان ربيع مجتمع في بيلفور. كان مدرسه تما، قراونا السوريين وقراونا الاخر. قريت عام، قريت من 5 ايام الشهاده تاع الاهليه في ذاك الوقت. الاهليه. نعم. نجحت في الاهليه ودرت مسابقه تاع تكوين المعلمين في بن عكنون، مصطفى خالف مع الشيخ بورزاق، قرينا كيف. 74 الله يبارك. المهم قريت انا 6 سنين في العربيه وليت نقري، بعد 6 سنين قريت وليت نقري. قريت كيف بن عكنون باش يكون بين قوسين، بن عكنون جيت انا الثاني على مستوى المعهد. الله يبارك يا استاذ ما قلت لناش. الثاني على مستوى المعهد ندير الشهاده تاعي، وكنت الاول في القسم بدون منازع. الله يبارك. كان واحد الاستاذ اسمه طوال بيزوبير الله يذكره على خير الله يرحمه والله يسمح له، لانه ظلمني ظلم صارخ. ظلمني شوف الشيخ دار، شوف تعرف واش دار برقيت عنده انت ها، ظلمني نقول ربي يسمح له، باسكو ما يسمح له ان شاء الله ما يسمح له.
ظلمني لأنه درنا في الامتحان إن الشيطان كان يزرع عدو البدر حوله إلى المثنى والجمع بنوعه. قلت له أنا يا شيخ هذه آية لا يجوز تحويلها لأن تحويلها يعتبر تحريف. قلت له هذا قال لي دار علي حصة سبني، إحنا ما تكلموش بكري، سبني الحصة كان ويسبر. قال لي والله تدي صفر في الامتحان وعطالي صفر صفر وجبت واحد 16 ولا 17 هذا بلا هذاك التحويل، جبت على علامه الحصول دائما على علامه، عطالي الصفر مازال في البيت لكن شوف الصفر هذاك نتقلب. لكن نقول لي اسمح له يا ربي اسمح له، لولا هذاك الصفر كنت نجي انا الاول على مستوى المعهد، كنت نجي الاول على مستوى المعهد. فهمت؟ المهم من ثم قريت مع ابو رزاق ومع الاستاذ حامي النيش ومع الاستاذ السوداني ومع الاستاذ بشير مع الاستاذ سماتي، والمدير تاعنا كان سي عروج، وكان اخرين غايبين. ها كان اخرين خلين. قرينا قريت 7 سنين في الابتدائي مع الاستاذ مع الاساتذه هذو اللي رانا هنا وغيرهم. ومن بعد رحنا احنا والشيخ السوداني كان عندنا طموح طموح حبينا نروحوا للمتوسط والثانوي وكذا وكذا وكذا. المهم هو كركرني وانا كركرته، كركره مزدوج رجل يعني كهب واياه. ها هذه منيعه هذه. ايه وحنا انا والسوداني كنا الوحيدين اللي كان عندنا ثم اللي كان عندنا البياس دو ما يبعد البكالوريا الثانيه. رحت كذا في القريه انا من بعد كي خرجت من الاخر كنت نقرا عن طريق المراسله، كنت نقرا في لابيري كليه الطب تاع اسمها شامانوف شامانوف تاع شامانوف. كنا نقراو في الليل 3 سنين قريت بيولوجي 3 سنين. الله يبارك أستاذ. وكنت نقرأ في نفس الوقت في الآخر، وكان عندي علامات في الرياضيات. الغريب أنه أنا كنت علوم رياضيات وعلوم وفيزياء 10 على 20 على 20 هم زالوا عندي ظرف. الله يبارك يا أستاذ. ورحت للغة العربية، اللغة العربية رحت مكرها أخاك لا بطل. كيف رحت؟ لأنه في ذلك الوقت قال لك باش ديروا انتداب لازم يكون باش ديروا انتداب كاين غير تاريخ وجغرافيا ولا الاخر واللغه العربيه. وانا كان الدراسه نتاعي علوم. رحت لانه ما نقدرش ما نروحش روح حر، لان روح حر يقطعوا لي خلاص، بصح كي نروح عن طريق الاخر رحنا والشيخ مبروك، رحنا اللغه العربيه قرينا عام ثم جيت السادس على مستوى القسم في ذاك الوقت مع الشيخ الاخر. وحنا كنا نطبقوا الندوات مع سي مبروك مع الشيخ دليل والشيخ بوخبزه الله يرحمه وكذا، كنا نطبقوا الندوات. كنا احنا زوج اللي عندنا بي اس 2 فقط، والاخرين الكل كاين مساعدين كاين ممرين كاين كذا، مع الاستاذ حمنيش كان جامعي يعني في ذاك الوقت كان هو عنده ليسانس وقيله ولا اخرى ولا كذا. المهم قريت في العمودي الامين العمودي مده قريت 3 سنين في لافيردي في الحراش. ومن بعد حوالي عيسى استاذ لافيردي مع الشيخ بن عيسى الشيخ بن عيسى. نعم عفوا الله يرحمه. كان يقول لي جدارمي. انا هو دير دوله في دوله، وانا كنت بحكمي كنت في الحزب. وانا كان يقول لي هو كان دير دوله جمهوريه في جمهوريه. فهم؟ نعم. كان عنده قانون وحده. نعم. الشيخ بن عيسى الله يرحمه. فهم؟ صاحب على بال استاذ صاحب الشيخ هذاك بن عيسى الله يرحمه، صاحب شيخ بابا الله يرحمه. الله يرحمه. المهم نعم. المهم هو كانت سير تاعو راه باه كاع وانا كنت بريزيدون تاع النقابه تما، النقابه بكري كانت عندها القر. كان يخاف مني والله غير كان يخاف مني. المهم من بعد جيت العمودي لهنا، العمودي على بالك العمودي ما كاش العمودي هنا تاع السير تاع العمودي هذا راه عنده صيت معين على المستوى الوطني يسمى نموذج. قررت ما 2003 لحقت 50 سنة خرجت تقاعد مسبق ودرت وكالة عقارية منذ 2003 إلى يومين هذا مثل مستقر. 50 سنة تقاعدت من الابتدائي من الدراسة أستاذ. تقاعدت من المتوسط، تقاعدت من المتوسط ودرت وكالة عقارية اللي رنا فيها الآن، هذا هو المقر تاعي في 618 رجمة. صافي كملت كي كنت 50 سنة في عمرك اللي حبست الدراسات خلاص أستاذ.
حبست الدراسة ودخلت في العمل أعمال حرة. نعم. لي مكان عقارية أجنسي موبيلير. يبارك الله يبارك أستاذ. نعم نعم. أي بارك فيك. هذه هي هذا هو المسألة هذا هو المسألة تعي عموما. الله يبارك الله يبارك ربي يبارك فيك أستاذ. واليوم التقينا واليوم هنا التقينا. نعم والله نعم أستاذ يا أستاذ مشاكو. نعم. والله ركو في عقولنا وفي قلوبنا وفي ذهوننا حتى يوم القيامة إن شاء الله. الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم دعواتكم الصالحة. إحنا نطلب منكم الدعوات وتكونوا صورة نتاعنا تنقلوا الصورة نتاعنا للأجيال اللاحقة لأولادكم أولاد أولادكم إن شاء الله. لأن العلم هذا ما عندوش حدود. إن شاء الله يا أستاذ إن شاء الله بارك الله فيك. هذا هو جزاكم الله خير على الالتفاته هذه. الله يسترك على هذه الكلمه الخالصه. الله يسترك. وحنا ندعو لكم وانتم تدعونا كما قال الشيخ مصطفى. الشيخ مصطفى هنا تاع طمايص. هذا فرض وواجب علينا ندعوكم وتدعونا فرض وواجب. الله يرضى. نحتاج الدعوات ونتمنى لكم العوده الى الوطن عاجل غير اجل. وان شاء الله تربوا لكم في عز الجزائر الجديده اذا كانت جديده بين قوسين. ان شاء الله ان شاء الله يا استاذ ان شاء الله يا رب العالمين. مع السلامه. يا ربي يوفقك. احسن كلمه الاخ بشير نعاودوها. بشير اهلا بك يا استاذ بشير. كلمه بشير عطلك حياتي. يعطيك كلمه. ايه حياتي وري اري اري العالم قاسم في حياته. نعم. استاذ عطاو لك قهوه اخي. عاود احكي لنا خلاصة كذلك من فضلك لما سمعوكش. عاود اتكلم اتكلم يا استاذ في امان الله. قالك في امان الله شويه تعبان. معليش معليش معليش. اي والله ما لا خلاص تلقون ربي يجازيك خويا حسن. ها لا كان نوريك الجماعه. شكرا. السلام عليكم اهلا بكم. هذو الاساتذه تاع كرات نور الدين الاخ بولزاق حامينيش استاذ عروج المدير استاذ مشاكو حامينيش كاع راهم معنا. واش نقول لكم هذا الشريط عزيز عزيز بزاف بزاف علينا. استاذ كل واحد اعطي له يقول شكرا كلمه برك. شكرا على هذا كلمه اخيره. يعطينا كلمه كلمه اخيره. هذا استاذ ربي يعينكم ويقدركم على المجهودات اللي تقوموا بها. شكرا استاذ بشير. شكرا. ان شاء الله تلقاو خير ان شاء الله. نعم شكرا يا استاذ بشير. استاذ بورزاق والله غير تشكرونا على هذه الالتفاته وربي يحفظكم. شكرا ان شاء الله يا ربي يحفظ اولادكم. شكرا يا استاذ بورزاق. شكرا ربي يحفظ اولادكم ان شاء الله. صحيح يا استاذ بورزاق. نعم شكرا. استاذ حامينيش اهلا بك. استاذ حامينيش اهلا وسهلا. اعطينا الكلمة تاعك من فضلك. والله وش نقول لك؟ نقول لك ربي يوفقكم ان شاء الله. ويستر الجزائر. ويستر الجزائر ان شاء الله. يحق لكم ربي كل الامنيات التي تتمنونها ان شاء الله. كراحة البال وسعة العلم. شكرا يا استاذ. والنفع العام. والنفع العام ان شاء الله. شكرا. وقال الرسول عليه الصلاه والسلام خير الناس خير لاهله. الانسان يكون يعني خير لنفسه ولاهله. ان شاء الله تكونوا ذخرا لهذه الامه ان شاء الله. شكرا الجزائر ان شاء الله. ربي يجعلكم ذخرا لها ان شاء الله. الله يسترك يا استاذ حامينيش. الله يسترك. ما كانش شي حامينيش. الله يهنيك الله يهنيك. ربي يستركم ان شاء الله. امين بارك الله فيكم.
بارك الله فيك رب العالمين، ربي يهنيكم ان شاء الله ويلاقينا ان شاء الله في ساعة الخير. امين يا رب العالمين ان شاء الله. آمين. ان شاء الله. شكرا شكرا لك، بارك الله فيك، ربي يلاقينا في ساعة الخير ان شاء الله. امين امين يا رب العالمين. امين. هذا هذا المدير مدير تاع الدين استاذ سوداني، اعطينا الكلمه تاعك من فضلك استاذ سوداني من فضلك. نعم نعم، اعطينا الكلمه الاخيره من فضلك. على كل حال الكلمه الاخيره، نحن نتمنى لكم كل الخير وكل السعاده، ونتمنى انكم تكونوا يعني قدوة حسنة للوطن نتاعكم للجزائر الحبيبة، تكونوا تدوا الرسالة مش نتاع الناس اللي علموكم بركة فقط، وإنما الرسالة نتاع الشهداء اللي جابوا الحرية لهذا الوطن. شكرا. فهمت؟ نتمنى لكم أنتما أن تجعلوا الجزائر هذه من الدول المتطورة والمتقدمة جدا، يعني ما تبقاش في 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 الدول الأخيرة هذه. على كل حال ونشكركم على هذه الالتفات الطيبة. أنتم راكم تذكرتوا من علمكم، من وقف بجنبكم، من أرشادكم، من كذا. الحمد لله هذه التفاتة طيبة، نشكركم كثير. نجمع هنا كامل الأساتذة والمعلمين كامل رغم يشكركم على هذه الالتفاتة الطيبة، وبارك الله فيكم وشكرا. وإن شاء الله نتلاقى في ظروف أحسن من هذه الظروف إن شاء الله. وكما قلت لك في البداية، كانت الظروف قاسية شوية وكنا نحن قاسيين معكم شوية. لا 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 والله، وربما لا لا. وربما ارتكبنا بعض الأخطاء، إذا نطلب نستسمحكم على هذه الأخطاء لأنها ظروف كانت صعبة وكنا ناقصين من الناحية البيداغوجية ومن الناحية التربوية، وكنا اذا كانت يعني الظروف نتاعنا اللي خلت ربما نكونوا قاسيين عليكم شوي، لاننا نحبوا المستقبل نتاعكم. وعلى بالكم كيفاش كانت السيزيام، كيف كانت السيزيام، كانت نسبه بنت المعلم يكون عنده مثلا 100 120 تلميذ، ومن بعدين يدوا منها غير 30 تلميذ ولا يدوا منها ينجحوا. يعني نحن كنا الاستاذ عنده الرغبه الاخرى يكون عنده 100 تلميذ ينجحوا له 50 تلميذ، وهذيك كانت صعوبة هكذاك وكانت كذا، وكنا كنا معناتها يعني، والآباء نتاعكم كانوا معنا في هذه الظروف هذه، يقول لك يعني زيروا ديروا ويحطوا كامل المسؤولية على الأستاذ على المعلم على كذا. إذا نحن درك تبدلت الأمور وتبدلت الظروف وتبدلت البيداغوجية وتبدلت الطرق التربوية وتبدلت كذا، الحمد لله. ولكن انتم الان راكم وصلتوا للهدف نتاعكم، وصلتوا بظروف قاسيه بظروف صعبه، الحمد لله يا رب العالمين وبارك الله فيكم. راكم مسموحين ان شاء الله حتى يوم القيامه، راكم مسموحين، خير الخطائين التوابين. مش غلطتوا يا استاذ، وانا من جهتي والله ما غلطت، الله غالب كان ضغط بكري ماشي كيما يومنا هكذا. نعم نعم، بارك الله فيك. الصحة ساعة ثانية. شكرا يا استاذ. الله يسترك يا استاذ حمينيش. شكرا. هو معك الشيخ عروج. هذا مدير احمد عروج، مدير كرة مدير. اولا شكرا يا ولدي، شكرا لكم على هذه الالتفاتة، ولتعلموا انكم دائما في قلوبنا. استاذ اعطينا الكاميرا. والله يشهد يا ولدي اننا دائما نتذكر الأيام التي عدينا في المدارس. نسأل الله العلي القدير أن يعينكم، وأوصيكم بشيء
أوصيكم بشيء هو الحفاظ على الجزائر وعلى أبناء الجزائر في كل مكان إن شاء الله أستاذ. لأننا نفتخر لما نسمع بواحد من الجزائر في أي نقطة من العالم أننا نفتخر أنكم تمثلون الجزائر الطويلة والعريضة. شكرا لكم يا أبنائي، شكرا، بلغ التحية لجميع الأصدقاء والإخوة والسلام عليكم. شكرا أستاذ سماتي. ما شفناش وجه الأخ عروش كي كان يتكلم، ما شافوش الناس وجهه. صحيح قصناه على بكبك عليه. نعم هكذا عاود باش يشوف وجهك. هذا المدير كرة نور الدين احمد عروج، هذا هو كل الناس يجيك والصفات. نعم نعم شكرا والدي، شكرا والدي، الله يبارك حسن، شكرا بارك الله فيك حسن. تسمتي اعطينا هذه الغنيه من فضلك علي، انا من فضلك يا استاذ، من فضلك. كم زيد ما يستاهلوا يستاهلون الكرام مجموعة الأساتذة كانوا معنا مثال دورة شو كان ما جاش ما كاش ما جاش ما جاش ما جاش ما عليش ما جاش ما عليش ما جاش سمعت الله يسطرك. أعطينا الكلمة تاعك أستاذ سماتي دوكانتايا وسمع زيد العربي مش شاكو الكريمة الأخيرة ديالو. نعم وبعدين نعطيك كلمة. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله يا أخويا. كلمة ختامية، اللهم اختم لنا بالصالحات. آمين. اللهم ثبت لنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة لنا ولكم جميع المؤمنين. آمين يا رب العالمين. فيما جمعتنا الله يجمعنا ربي إن شاء الله في جنة الفردوس في أعلى العليين مع الأنبياء والأولياء والصالحين وحسن أولئك رفقا إن شاء الله يا أستاذ. ما شاء الله أستاذ إن شاء الله. من الله يسترك الله يسترك إن شاء الله. مجموعة كبيرة وين شاركت؟ كذلك ندعو للزملائنا اللي راهم غايبين عننا واللي ماتوا واللي مرضوا واللي كذا واللي كذا، اللي مات ربي رحمه واللي مرض ربي يشفيه واللي يحيي ربي يدوم له صحته. امين يا رب العالمين. هذه هي وجزاكم الله خير. شكرا يا استاذ فيكم. شكرا شكرا يا استاذ حسن. نعم. شكرا. المهم الأمانة التي حملت بها لقد اديتها احسن تأدية. الله يسطرك يا استاذ ناتي. الله يسطرك. ونتمنى حسن هذا الفيديو بعثوا لنا باش نبارطاجيو. نعم. استاذ قول لهم ان شاء الله كي نهبط الجزائر نعرضهم كاع في البيت تاعي ان شاء الله. قول لهم الجماعه اللي ما قالك اللي ما جبناهمش سمعونا تعذر علينا الاتصال بهم. نعم يقول لك يا جماعه قال لكم كي ندخل الجزائر راني راح نعرضكم جميع اللي راكم في الغرفه هذه للبيت ديالو، راكم معروضين من الان ان شاء الله. ان شاء الله نكونوا حيين ان شاء الله. ربي يبارك. السلام عليكم. شكرا يا استاذ. شكرا شكرا شكرا. رانا كملنا الحصه الله يستركم. شفنا كاع الاساتذه، شفنا مدير مدير الابتدائي الاخ احمد عروج اللي كانت عنده باصات بكري الله يطول في عمره، شفنا استاذ العيفه السوداني، شفنا أستاذ الشيخ حامينيش، شفنا الأستاذ الشيخ بورزاق، شفنا الأستاذ الشيخ بشير، شفنا الأستاذ الشيخ مشاكو، شفنا الأستاذ الشيخ سماتي أستاذي كذلك. والله نعمة، والله قسما وعظما يا الجزائر بأكملكم. إن شاء الله هادو هما الرجال لربونا، وإن شاء الله نحن رجال صاعدين ننسقموا بلادنا بإذن الله. هذا فرض وواجب باش نخدموا بلادنا سواء اللي رانا في المهجر ولا اللي رانا في الجزائر. هذيك الجهويه وانت عربي وانت قبايلي انت طوي انت قصي انت مطاشط نو، نديروا خاوه ان شاء الله نسقموا لبلادنا في اقرب وقت ممكن، اقرب وقت باش تكون لا فيرتي تاع الجزائريين اللي راهم في المهجر
ان شاء الله ما يضيعوش وقتهم يخدموا على بلادهم ويخدموا الجزائر. واش نقولكم؟ الله يستركم ان شاء الله. كل يوم ديروا موضوع، واليوم ان شاء الله لحب ربي عست تاع العشيه تاع الجزائر نعرضوا شي اللاعبين تاع الحراش، الاتحاد تاع الحراش لي زونسيا نقصروا كذلك، وكل يوم يكون موضوع ان شاء الله يا ربي نكونوا خاوه خاوه كما يقولوا. هذا هو الرمز تاعي انا ان شاء الله، خاوه خاوه لنبنوا الجزائر. ها واش نقول لكم؟ بالك بالكم تغفلوا على الجزائر، لان الاستعمار الخارجي راه يستناو حتى يضغط علينا باش يقضي علينا. ولكن خذوا حذركم، خذوا حذركم، خذوا حذركم، لازم نكونوا خاوه خاوه، عربي قبايلي طويل مزابي شاوي توارقي، نخدموا لبلادنا وتكون الاخلاص ان شاء الله. ها واش نقول لكم؟ الله يستركم. والعشيه ان شاء الله نتلاقاو في موضوع اخر مع اللاعبين تاع الحراش القدماء ان شاء الله. شكرا.